محمد بن خالد العطية، تهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحذ الكريم، مشاهدينا متابعينا الأعزاء، انطلق شوطنا الرابع بتعداد أشواط ومنافسات وتحديات هذه الفترة المسائية من منافسات هذا السباق المحلي السادس من انطلاقات ومنافسات وتحديات 6 كيلومترات. هذه الانطلاقة مخصصة لمنافسات الزمول وفئة الزمول الحاضرة بتحدياتها وشعاراتها وثقل أسمائها التي تتواجد منطلقة حاضرة باحثة عن تحقيق المركز الأول وعن تحقيق الفوز والإنجاز في هذه المسيرة. لنبدأ معكم مشاهدين الكرام ومتابعين الأعزاء ومع بداية أول الأسماء لنرى وقات على المركز الأول من أشعل فتيلة المقدمة بانطلاقته ومع حضور الهجن الشحانية بمتابعة محمد بن خالد العطية، من قدم لنا أسماء مميزة في أشواطنا الأولى الرئيسية، من قدم لنا الهنوف وقدم لنا نمر، يقدم لنا تحديات هذه الانطلاقة مرافقا لوقاد الحاضر على المركز الأول. المركز الثاني، التواجد مشاهدين الكرام للحصان تعود ملكية الهجن الشحانية بمتابعة جار الله بن محمد بن عقيل المري والنقلة إلى المركز الثالث. لنتابع مشاهدين الكرام الحاضر مبعد على المركز الثالث، تعود الملكية الهجن الشحانية بمتابعة محمد بن خالد العطية، وكذلك على المركز الخامس يتقدم التحيل بنفس الملكية بنفس التضمير بمتابعة المشاقب بعملية التضمير. المركز الخامس نتابع مشاهدينا الأعزاء أيضا القادم بنفس الشعار، الحاضر مختار القادم ليختار موقعه في هذه اللحظات مع المركز الخامس ليتقدم بشعار هجن الشحانية بمتابعة محمد بن خالد العطية. هذه الأسماء الخمسة الأولى الحاضرة والمتواجدة والمتنافسة. لنتابع يا بن خزينة الأسماء المتواجدة خلف النداء خلف الإذاعة، هنالك شعارات حاضرة بألوانها الزاهية مشاركة متواجدة، لم يحن موعد تواجدها في دائرة الأسماء المذاعة ومع الأسماء المنطلقة والمندفعة، لكن ترقبوا قدومها نحو المنافسة نحو التحدي نحو صنع المنافسة وتحقيق المركز الأول. لنعود إلى البداية لنتابع مجريات الصدارة مجريات المقدمة، من يتقدم ويحضر ويتواجد وقاد على المركز الأول. وقاد وقاد من يقود فتيلة المنافسة بالتحدي والانطلاق على المركز الأول، يتواجد حاملا للواء شعار هجن الشحانية بمتابعة محمد بن خالد العطية. من يتابع لنا مسيرة الاسمين على المركز الأول والثاني، القادم تحيل من تقدم ليواصل الإسناد والإمداد من قبل تحيل القادم على المركز الثاني. تعود الملكية لهجن الشحانية بمتابعة محمد بن خالد العطية، النقلة إلى المركز الثالث. لنتابع مشاهدينا الكرام التقدم على ثالث الأسماء، الحاضر الحصان، تعود ملكية الحصان لهجن الشحانية بمتابعة جار الله بن محمد بن عقيل المري، والمركز الرابع يتواجد مبعد على المركز الرابع، تعود ملكيته لهجن الشحانية بمتابعة محمد بن خالد العطية. والمركز الخامس نتابع اللي وصل بهذه اللحظات وتقدم لأول ندى، بداد بداد من بدأ يحضر ويتقدم للنداء بانطلاقته وحضوره على المركز الخامس، يحمل شعار هجن العاصفة بمتابعة غياث الهلالي، من يتابع بعملية التضمير ومن يقدم لنا تحديات المركز الخامس بهذه اللحظات وبمعية بداد. نتابع أسماء حاضرة أسماء قادمة أسماء آتية إلى المنافسة إلى دائرة النداء
والإذاعة بهذه المسيرة وبهذه التحديات. لكن نعود إلى رباعية الشحانية، نعود إلى الشعار الأدعم، إلى تقدم وقاد، وإلى حضور تحيل، وإلى تواجد الحصان، وإلى تقدم مبعد الحصان الدحيل وكذلك وقات، جميعها تعود ملكيتها لهجر الشحانية. لكن بمتابعة المشاقب والبرنس من يقدمون لنا الفطاح إلى تحديات هذه الأسماء الحاضرة والمتقدمة والمتنافسة نحو تحقيق واختطاف المركز الأول، المركز الرابع، هنالك على المركز الخامس. نتابع مشاهدينا الكرام القادم بداد لهجن العاصفة بمتابعة غياث الهلالي. من يتابع لنا بداد على المركز الخامس بهذه اللحظات وبهذه المسيرة. هذه الأسماء الحاضرة ولم يتجدد أي جديد من قبل هذه الشعارات، من قبل هذه الأسماء، من قبل هذه التحديات. بدأ التسلل، بدأ الانضمام والقدوم من قبل مختار الحاضر بتحدياته مع المركز الخامس ليتقدم شعار رجل الشحانية. بمتابعة محمد بن خالد العطية من يقدم لنا أربعة أوراق في دائرة النداء، في دائرة الإذاعة، في التحديات والانطلاقات. لنعود إلى البداية، لنعود إلى الصدارة. من هنالك بدات إلى المنطلق وقاد على المركز الأول. هجن الشحانية برفقة المشاقب لتبدأ التحديات، لتبدأ الانطلاقات، ليبدأ هذا الظهور المميز من قبل هذه الأسماء الحاضرة التي ترافق هذا الشعار بانطلاقته. وقاد على المركز الأول على البداية. بدأ يحتاط من قبل الأسماء الحاضرة ليكون هو صاحب الاحتياط بالانطلاق مع الصدارة، بالاندفاع مع البداية. منذ أن أعطي هذا الشوط إشارة البدء وهو متحمل للمسؤولية، وهو متمسكا بنصاب المقدمة مع الانطلاق، مع التحدي، مع الاندفاع، مع الحضور والتميز بشعار أجل الشحانية. بمتابعة محمد بن خالد العطية. المركز الثاني الدحيل يراقب، يتابع، يخطو خطوة بخطوة لخطوات وقاد الحاضر مع المركز الأول ليكون حاضرا بالمركز الثاني تحيل لهجر الشحانية. بمتابعة محمد بن خالد العطية. المركز الثالث، شوفوا اللي قادم بهذه اللحظات، شوفوا اللي وصل لأول ندى ليتقدم عرقان لسعادة شيخ أحمد بن خليفة بن علي بن سعود. الثاني قادم بهذه اللحظات، وكذلك الوصول من قبل الحصان لهجن الشحانية والتواصل من الوصول مختار لهجن الشحانية. بمتابعة محمد بن خالد العطية. الله، الأسماء الحاضرة. بدأت السرعة وما زال وقاد هو المسيطر مع الصدارة، هو المسيطر والصامد بالمركز الأول، صامدا وثابتا بتحديات الصدارة بالانطلاق مع البداية. تعود الملكية لهجن الشحانية. الله، وقاد ادحل وقاد. اللحظات الحاسمة هجن الشحانية، المشاقب ادحل يسحب البساط ليكون هو صاحب الكلمة، هو صاحب القرار، هو صاحب الكلمة في هذا الانطلاق، هو البطل المتوج بهذه المسيرة. سلام يا هجن الشحانية، سلام المشاقب، سلام من قدم لنا ثلاثة نجوم حاضرة بالتحديات. قدم لنا تحيل، وقدم لنا وقاد، وكذلك مختار مع المركز الأول والثاني والثالث. المركز الرابع هجن العاصفة مع مغامر. المركز الخامس كان الوصول من غير بداد لهجن العاصفة. مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء، شاهدنا المنافسة التي حضرت ما بين الأسماء التي تواجدت
وكان صاحب الناموس والمتوج بهذه المسيرة هو دحيل. توقيت الزمني 9:40 79 جزء من الثانية. الثاني والتبري كان زف والهجن الشحاني والتهلي محمد بن خالد العطية. المركز الثاني كان الوصول من قبل وقاد 9:41 جزء من الثانية. الثاني التبري كان الهجن الشحاني والتهلي محمد بن خالد العطية. المركز الثالث وصل مشاهدينا الكرام مختار 9:41:23 جزء من الثانية. التهاني والناموس لهجن الشحانية والتهنئة لزفل محمد بن خالد العطية.